مشاهدين انفا سبريس داخل المغرب وخارج المغرب كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا على واحد نص مثال شعبي مغربي قحلي هو جوعي في كرشي وعنايتي فين؟ إذا بغيتوا تعرفوا عنايتي فين خليكم معنا بكل تواضع. جوعي في كرشي وعنايتي فراسي فراسك ما عمر شي نهار انك ضرك الجوع وما قدرتيش تقولي شي واحد شري لي ما ناكل؟ لا كنقول. كتقولي؟ كنقول ما نحشمش. كتقري؟ نقر او الجوع فيا وانا ما نقولش نقول اخويا. وكاين عاوتاني العكس ما عمر شي واحد وقف عليك قال لك ضرني الجوع شريتي لي شي حاجه؟ شري لي شريت لي بسبيل الله خصنيش نقولها. شريتي لي؟ شريت لي بكل تواضع. بكل تواضع تحياتي. جوعي في كرشي عنايتي في كراسي. ما عمرك ضرك شي نهار الجوع وطلبتي شي واحد قلتي لي شري لي شي حاجه؟ واخا ضرني الجوع ما نطلبش شي واحد. ديما عنايتك فوق راسك؟ ديما. ما عمر شي واحد وقف قال لك اختي ضرني الجوع شريتي لي شي حاجه؟ كاين ديما. هذه كاينه؟ كاينه. تحياتي. جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. ما عمر شي نهار ضرك الجوع ما كلتيش شي يومين ثلاث ايام ما قدرتيش تقول شي واحد شري لي شي حاجه؟ لا حنت كيقول لي سميتو طرف من نفخه كيعيش. الرزق اللي عطيك الله قليل ولا كثير راه مع العمر. واحتراماتي للصحافة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. ما عمرك وقفك شي واحد وقال لك راني ضرني الجوع وهادي وشريتي لي شي حاجة؟ أي بلا منا على الله أنت ما خصكش تذكرها تما كتفتخر بها خليها بينك وبين المناك اللي خلقك. ما عمر شي واحد شها شي بريوة وقال لك عطيني بريوة؟ أنا واحد المرة دايزة من هنا قالت لي عطيني بريوة قلت لها قالت لي راه ما عنديش خذات بريوة مشات واحد الأيام وجات بلا ما نذكروا الاسم ديالها جات هي ومرت خوها قلت لها اش كاين قالت لي راه اختي كانت كتوحم وراه خدات من عندك بريوه قلت لها كل شيء ديال الله احنا الله سبحانه وتعالى اللي سخرنا ليها اما كنت نعطي الراس انا الاول توحمات على بريوه بكل تواضع بكل تواضع تبارك الله ولد التوام وجات عندي قالت لي راه ما عنديش قلت لها خذ يا بنتي بريوه انا ماشي غادي نعطيك الله اللي سخرني لك هو عندك الاجر سيدي أيه. تحياتي. جوعي في كرشي عنايتي في راسي. ما عمرك شي نهار ضرك الجوع وقفتي على شي واحد قلتي لي شري لي راني ضرني جوع هلكك الجوع؟ لا جامي والو جامي بكل تواضع جامي. ما عمر شي واحد في حياتي ما نديرها. ما عمر شي واحد وقف عليك ديما كنصوم فعلا ما كاينش مشكل انا ما اسمي انت ديما صايمه الحمد لله كنصوم بزاف ما كنعنديش مشكل اش في النظر ديالك الحاجه هذه انت هي عطينا بحالك بحالها. ما عمر شي واحد وقف عليك قال لك راه ضرني الجوع وشريتي لي شي حاجه؟ هذيك بطبيعه الحال ضروري ضروري هذه هي العنايه ديال الصح الحمد لله هاد تحياتي ما يمكنش تحياتي نشري لي ولكن ما عطيتش الفلوس نمشي نشري لي قول لي شي والفلوس لا لا حيت طرات لي واحد هذاك قلت لي اجي نشري قال لي عطيني فلوس قلت لي اذا ما فكش الجوع قلت لي احسن صدقه هي الاطعام جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. ما عمر شي نهار ضرك الجوع وما عندك حتى ريال وما بغيتيش تطلبي شي واحد؟ ما نقدرش نقول شي واحد خاصني ضروري نقور على بدراعي ما تقوليش شي واحد راه ضرني الجوع. واحد عطيني ضرني الجوع واخا يكون فيك الجوع ما كلتيش يومين. الجوع لا. ما عمر شي واحد ضر الجوع وجا عندك قال لك عطيني شي بريوه. نعطيه هانيه اللي عنده 40 اللي ما عندوش ماشي مشكل الدنيا هانيه اللي ما عندوش نعطيه. دابا اللي ضر الجوع يجي عندك. كل شيء معوض الله كل شيء خلفه الله تبارك وتعالى. بكل تواضع.